فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل: إذا نامت المرأة وطفلها الرضيع معها على السرير ثم استيقظت فإذا به ميت وتخشى أن تكون قد انقلبت عليه فمات بسببها، فهل عليها كفارة في ذلك؟ لا، ما ثبت أنه منقلب عليه، ولا ثبت أنه ميت بسببه، ما دام أنه ما ثبت ليس عليها شيء. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.